السلام عليكم وسعد الله مساكم، مسيتوا بالخير جميعا. فيينا ما صورت فيها وايد لأنها دولة سياحية والكل يعرفها، المناطق الجديدة بصور. خذنا جولة في المدينة، لفينا على كذا مكان، على الحدائق، على الكوفيات، على المطاعم، وردينا قلنا بنصلي المغرب إن شاء الله، بننزل مرة ثانية بعد أذان المغرب عندهم. هذا الجو، باقي تقريبا 20 دقيقة عن أذان المغرب. باكر ان شاء الله رايحين مدينه تبعد 370 كيلو، تقريبا 4 ساعات. الاغلبيه ما يعرفون المدينه هذه، الاغلبيه في ناس تعرفها طبعا. الترتيب زين في الرحلات، وخاصه اذا عندك عوائل. اما الشبابيه صراحه في ترتيب كان مبدئي، ولكن غيرنا وايد في الخطه بخصوص المدينه اللي بروح لها. باكر تقريبا قبل نص ساعه سويت الترتيب كامل، كل الرحله مجلكم مسوينها، يعني حط الاماكن وحدد. في البداية كنا نطلع شمال فوق، يعني المدينة اللي بعدها، المدينة اللي رايحين تشيل باتجاه بولندا. الحين في خط الرجعة، المدينة اللي برد منها كانت آخر نقطة يعني شمال براق، وحين ياسين ننزل شوي شوي لين نوصل بالقراد اللي هي نقطة العودة. أفتح جوجل ماب، أحدد المدن اللي على الطريق، أختار منهن وأشيك عليهم في جوجل أفضل مدينة أحسن سياحة أروح لها. المدينة من ساعتين إلى 4 ساعات، لأنك أنت بتطلع من الفندق الساعة 9، هناك ما بيسولك تشيك إن قبل الساعة 1، فيكون طريقك الصبح. في ناس تخاف من السفر، لا ما بسافر، بضيع، ما أعرف وين أروح. على فكرة الدنيا كلها سفر، نحن كنا مسافرين سواء في بلادنا ولا هني. وإذا سافر تحصله قلق، خاصة مع عياله، ها انتبهوا، تحملوا بيسرقونكم، يعيشهم من الخوف طول وقت السفر. الحذر زين بس مو بكذي. توكل على الله وسافر، غير حياتك، غير جوك، ما عندك أي مشكلة. اللي مكتوب لك بيصير لك، سواء في بلادك، سواء هنا، سواء في أي مكان. الهدف من السفرة هذه زيارة كل الدول اللي أنا ما جيتها بصراحة. فينا عينها بس هنا قبل 16 سنة تقريبا. في بداية السفرة كانت الخطة صربيا، رومانيا، بلغاريا. قبل السفر بيومين تغير كل شيء. يعني ريال قالنا يا ابوي توني من رومانيا ما تنفع، شوارعها تعبانة، الجو حار عندهم، وكذلك بلغاريا، فاضطرينا نغير الخطة. كنت محدد المناطق والدول والفرجان والأماكن المهمة في كل هاي الدول، كنت طول رمضان كنت أرتب للسفرة. مع أني كنت مقترح للشواب اللي بيروحون معانا، قلت لهم بنروح فوق، يعني من صربيا يوم تروح فوق تروح الدول الزينة والدول الحلوة، تنزل تحت دول حارة. فاضطريت أغير السفرة كلها، طبعا كل شيء فيه كحجز فنادق كأماكن، فاضطريت اني اعيش التجربة هاي. لين الحين الفريق اللي معاي عاطي السفرة 10 من 10، باقي ايام قليلة وبتخلص هاي السفرة كلها، فلازم نحافظ على 10 بالعشرة. باكر وانا ظاهر عندي الجارمن فيه تقريبا 1000 موقع، وانا طالع مني اذا حصلت اوتليت على الطريق بنوقف فيه ساعة بنتشرى منه. ما حصلنا منشن على بحيرة يمدحونها، يمكن أوقف عندها، أو أي منطقة تعجبني بوقف عندها وبصور لكم إياها. خصوص المنطقة اللي كنا فيها أمس اللي مش قادر أحفظ اسمها، دورت أفضل 10 مناطق في التشيك، طلعت هي من ضمنهن وحصلتها في طريقنا للردة. فرحت شيكت على طريق العودة باتجاه صربية، شفت بينا فوي هنا حجزنا فيها يوم، وكذلك المنطقة اللي باكر بنسير لها. مو بشرط يعني مرة على طريقك، يعني شوي يمين شوي يسار، ولكن تقربك شوي على المنطقة اللي انت رايح لها. تسأل حد يقول له وين اسير، بيقولك روح زلامسي. تروح زلامسي تحصل سير ارقام البلاد هناك. وين انت حبيبي؟ سير اماكن حلوة، اماكن مش شرط. شكلي طولت عليكم وسمحوا لي، بنصلي المغرب والعشاء، وحين بننزل بناخذ لكم لقطات لفيينا في الليل. يقولون ليلة الأنس في فيينا، حاب نشوف الليل مالها ايش قايل هاي فيينا. ناخذ لكم بعض اللقطات الليلية زي ما يقولون. هذا الشارع المشاة في فيينا، الوقت متأخر ولكن سبحان الله بعدهم شغالين، وفي بعض المحلات فاتحة. ليالي الأنس في فيينا
شفتوا كيف كاتبين صيدلية؟ ما أدري منو سوى لهم الترتيب هذا كامل. يا سلام، مشي على ضفاف النهر في الليل فنان، حد راقد وحد واعي. صباح الخير، أوصيكم الفندق صراحة في جنيف، صراحة فندق راقي. الفندق ما شاء الله كبير، يعني ضخم، وعلى البحر، قصدي على النهر. فندق ضخم، 5 دقائق مشي للمعمعة، بحط لكم اسمه اللي بالفندق. لا بعد حاطين ماي في السيارة وصالة شكر المدينة اللي بنروح لها إن شاء الله 372 كيلو إن شاء الله. وقفنا طال عماركم في المحطة، وعدال المحطة أشوف مطعم كبير، يصير ما أكلنا شيء. تو الناس طال المناظر هناك كيف ما شاء الله. حشرونا الشباب، ودنا اوتلت، ودنا الحمد لله حصلنا واحد قبل ان نوصل مكاننا بعشرين دقيقة. ما شاء الله ضخم الاوتلت هذا، ما شاء الله وايد ضخم الاوتلت هذا، كبير ما شاء الله. اتوقع الكل يقول نحن وين صح؟ خليكم شوي بعد خلاص نوصل الفندق بخبركم نحن وين. السلام عليكم، اسعد الله مساكم. طلع مو باوكي، طلع مو العادي، بس قال ما دام وقفنا بنشتري. باقي على المكان اللي رايحين 20 كيلو تقريبا. نحن في بلاد اول مره نزورها، انا عن نفسي اول مره ازورها ان شاء الله. خلينا نوصل الفندق، بحاول اغطي لكم بعض الاماكن فيها. لا ما شاء الله غرفة واسعة وفنانة ان شاء الله الفيو عاد. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في عاصمة كرواتيا زغرب. عن طال عمركم في كرواتيا، الدولة اول مرة نزورها، جوها حار 30 عندهم الحين درجة الحرارة، ولكن شكلها طابعها حلو. يعني زرناها، سجلنا حضور، زرنا 6 دول في الزيارة هاي، فأغلبية الدول ما يناها إلا النمسا نعينها فقط، أما الباقي كلهن ما يناها. خذنا دش وبنصلي إن شاء الله بنطلع. هذه المدينة كانت مدينة رومانية،
وأول ما أطلقوا عليها زغرب في 1004. سامي يوغوسلافيا كانت من أهم مدنها زغرب، هذه المدينة اللي احنا فيها. ويوم راحوا يوغوسلافيا عنها فأصبحت عاصمة كرواتيا. ترى بعد سقوط يوغوسلافيا دول وايد طلعت، الجبل الأسود، البوسنة والهرسك، صربيا، كرواتيا، مقدونيا. شباب نحب تحت في اللوبي، شباب نحب في اللوبي، شباب نحب في اللوبي، النداء الأخير نحب في اللوبي. يوم تسافر مع الشواب لك الجنة، لأنك وايد تصبر عليهم، حتى يبى مني وحتى يبى مني وحتى تقنعه وحتى الله كريم. وين قال لك هاي المدينة القديمة؟ يعطيك أحسن مطعم صح؟ هذا أحسن مطعم؟ وينه؟ سايرين المدينة القديمة ندورنا مطعم، يعني من الصبح ما أكلنا شيء، يعني لا بأس، دولة جميلة يعني.